في النهاية أحب أسأل ضيوفنا، عايزين ندي الطلبة وخريجين الثانوية العامة نصيحة في دقيقة كده، يعملوا إيه الفترة اللي جاية، كم يوم الجايين المهمين قوي بتوع التنسيق، يعملوا فيهم إيه؟ ممكن ده تستغله كفرصة كويسة قوي، إن أنت اسأل الناس اللي حواليك. أنت بتحب تخصص معين، انزل الجامعة، انزل الجامعة شوفها نفسها، انزل بص في المدرجات بتاعتها، بص على الناس اللي موجودين، بص على التجهيزات اللي فيها، لو في فرصة تقابل حد من الدكاترة تمام. زي ما قلنا خليك جول اورينتد. جول اورينتد يعني انت ركز على الهدف، انا عايز اوصل لنقطة معينة، فيلا اعتبر نفسك يعني اعمل ريسيرش بسرعة سريعة اليومين دول. انا عايز اخش مثلا تخصص معين، اعتبر ان التخصص ده خلاص انت خلصته ومعاك الشهادة، دور على وظيفه، شوف وظيفه دي الوظيفة نفسها متطلباتها ايه، هل ده كافي، هل محتاج، شوف اعمل حاجة تانية، نزل كورس اونلاين في حاجة معينة متعلقة بالتخصص اللي انت هتدرسه، جربه، مش ممكن يطلع غلس، ممكن يطلع مش مريح، ممكن يطلع كويس قوي انا حبيته. خد الفترة القصيرة دي في ان انت تلم اكبر قدر من المعلومات علشان تقدر تاخد قرار على اساس سليم زي ما قلنا، وان شاء الله الامور هتبقى بسيطة وكويسة والموضوع يعني اطمن، لان ده دي حالة عامة، وطول ما انت حاسس بالقلق يبقى ده ايه، يبقى انت ماشي في الطريق الصح. تمام استاذة سيلي، نصيحتك؟ يعني بتمنى طبعا ليهم التوفيق، وان هم يعني في الفترة اللي جاية ان هم يركزوا اكتر على الحاجات اللي بيحبوها والحاجات اللي هم شايفين ان ممكن ازاي ان يقدروا يتفوقوا فيها. كمان ياخد في اعتباره ان هو لما هيتخرج بعد 5 سنين، فلازم يشوف العالم بعد 5 سنين رايح لفين، فلازم يبص على الميجا ترانس الكبيرة، الاتجاهات الكبرى اللي حوالينا في العالم، وايه الاتجاهات الكبيرة اللي ممكن ازاي ان الدراسة بتاعته في الفترة الجاية تبقى مفيدة ويفيد بيها نفسه واللي حواليه. فده بس نصيحتي، واتمنى لهم التوفيق. كنت عايز أسأل أستاذة سالي، بالنسبة للناس اللي دارسة أدبي، اللي دارسة علوم اجتماعية أو علوم إنسانية أو حتى فنون تطبيقية، الحاجات اللي بيبقى فيها شق إبداعي أكتر، ممكن ده نديهم نصايح إيه تساعدهم في اختيار الكليات المناسبة؟ إحنا اتكلمنا كتير قوي عن الاتجاهات التكنولوجية والعلمية والطبية والصحية وغيرها، الناس بقى اللي هي دماغها في حتة تانية شوية ممكن يعملوا إيه في الوقت ده؟ يعني طبعا المبدعين دول يعني ده حاجة ما نقدرش ان احنا نقول ان ما يدرسوش ولا القطاعات دي هتختفي، لكن القطاعات دي شكلها هيتغير، لكن هي مش هتنتهي من العالم، فهما طبعا هيدرسوها بشكل كبير، بس يخلوا بالهم ان هما يبدأوا يوظفوا آليات التكنولوجي الجديدة داخل دراستهم الكبيرة. لازم يدرس فلسفة او تاريخ او لغويات او الحاجات دي كلها، ده اساسي، لانه هو طبعا يدرسه، لانه هو مثلا زي مثلا الفيلسوف نعوم تشوميسكي الفتره اللي يعني لسه كان من فتره كان بيعلق على موضوع الذكاء الاصطناعي، وكان بيقول ان الاي اي ان هو لازم حوكمته، يعني لازم نعمل له قواعد اطر بيتحرك جواها، فهو اي شيء جديد لازم هما هيبقوا هما المبدعين اللي هما بيحطوا الاطر ويحطوا القواعد والقوانين اللي هنقدر ان احنا نشتغل عليها ونقدر ان احنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي في المستقبل. فهما القوانين القواعد المواد الإنسانية مش هتنتهي من العالم، لا بالعكس، ده هي هتبقى موجودة وهيكون الطلب عليها زيادة في المستقبل، بس بشكل مختلف مش بالشكل التقليدي. لازم أنا أكون مبدع بشكل جديد، أبتدي أن أنا أشوف الرسومات، لو أنا فنون جميلة وفكرة السينما وفكرة التلفزيون ده كله هيبقى موجود بس بشكل مختلف بشكل جديد. يعني تقريبا هوليود كانوا عاملين إضراب كبير جدا في الفترة الأخيرة علشان فكرة أن الكتاب في هوليود، وكانوا عاملين فكرة إضراب لأنه إن الـ AI ممكن أنه هو يحل محل الوظائف بتاعتهم، فهو في تخوف وفي اتجاهات، بس مش معناها أنه هما مش هيبقوا موجودين، هما هيبقوا موجودين بس بشكل مختلف بشكل جديد، فلازم إحنا نكون منفتحين للجديد. فطبعا لا يعني ده حاجة إيجابية جدا أن الناس تدرس تنوع ويكون في تنوع ويكون في تطور كبير، بس بشكل مختلف مش بشكل التقليدي. تمام. دكتور أحمد، تحب تضيف حاجة؟ أنا متفق تماما، إحنا زي ما قلنا أنا بدرس تخصص معين وأنا عندي خطة معينة وخلاص، شفت إن ده متوافق مع الشخصية بتاعتي والميول بتاعتي، وفي نفس الوقت بدأت أبص على سوق العمل. لما نيجي نبص على سوق العمل في التخصصات النظرية هنلاقي فعلا إن هو يعني هيفضل موجود، ولكن طبعه أو يعني شكله وأركانه هتتغير. فندور مثلا على تخصص نظري مثلا زي علم النفس،
انا هدرس علم نفس لازم ابقى عارف انا ايه الاوبشنز اللي قدامي بعد ما هتخرج. هل مثلا انا هدرس علم نفس عشان اشتغل في تدريس علم نفس مثلا في مدرسه؟ طب ما انا لازم اعرف ان قطاع التعليم نفسه اتغير، وهنبدا نتكلم عن التعليم عن بعد، وهنتكلم او مش بنتكلم، احنا مش لسه هنتكلم، احنا طبعا بنتكلم من دلوقتي، فشكل المدرس وشكل المدرسه كله هيختلف، فالحق لنفسي مكان في الموضوع ده. طب هل ده الحاجه الوحيده اللي هنستخدم فيها العلوم الانسانيه؟ لا، ده احنا هنشوف بعد كده، هنشوف اناليست. الاناليست ده هيبقى ليه طلب كبير جدا بالظبط. ده هيعمل ايه؟ ده هيبقى المسؤول عن دعم عملية اتخاذ القرار في البيزنس وفي السياسة وفي كل. فالنهاردة لما بنيجي نتكلم على تحليل اللي هو الكونسومينج بيهيفير او السلوك الاستهلاكي مثلا، ما اللي بيعمله حد ليه باك جراوند علم نفس، وهكذا في السوسيولوجي او علم الاجتماع وغيره وغيره وغيره. فهي الفكرة مش فكرة ان تخصص موضة احنا كلنا هنروحه، ولا قصة ان في تخصص هيبقى هيقفل او هيفتح. انا لازم ابقى متابع جيد للتغيرات اللي بتحصل في القطاع اللي انا يعني نويت ان انا ادخله. ففي مستقبل كبير جدا للتخصصات النظرية، ومستقبل الحاجات اللي لها ديزاين وفيها تصميم، حتى اذا كان الاي اي هيدخل في الموضوع، ما هي فكرتي بقى ان انا اقدر اعمل ايه؟ ان انا اقدر يعني نافيجيت كده، اقدر اسوق كده الايه المركب بتاعتي في وسط العالم المتغير ده. هو انا لو جيت رجعت مثلا بالزمن 20 30 40 سنه ورا، ما هو مكان الناس بيعملوا الحسابات على ورق، طب الشخص اللي كان بيعمل حسابات على ورق، حسابات فلوس والكلام ده على ورق، راح فين دلوقتي؟ لا ممكن يكون مات، بس مش دي القضيه. اقصد اللي هو القطر فاته، ولا هو اتعلم بقى حاجات لها علاقه بالاناليست، اتعلم اكسل، اتعلم حاجات لها علاقه باستخدام الكمبيوتر، وقدر يعدي مع اللي عدوا في نفس الوقت. والكمبيوتر بقى اللي كان ساعتها ثوره والناس خايفه منه، بقى تول تساعده، بقى اداه تساعده ان هو يقدم المهاره اللي عنده بشكل احسن. فبرضو احنا عايزين برضو ما نقولش الناس الاي اي بيخوفكم، الاي اي بيخوفكم، لا، الاي اي ده انا ممكن استخدمه كبيرسونال اسيستنت، كمساعد شخصي. فالنهارده انا مثلا بكتب حاجه في الويد، انا ممكن استخدمه ان هو يديني افكار انا ابني عليها كمساعد، مش ان هو يعمل مكاني او يغير. فكل ما انا عندي كده رشاقه كده وعندي خفه حركه في ان انا افهم دي، في ان انا اتعلم دي بسرعه، في ان انا عرفت ان في طلب على دي اقدر بسرعه اخد يعني معرفه سريعه عليها، ده هو ده الخلطه السحريه علشان تقدر تعدي ويبقى ليك مكان ان شاء الله في المستقبل. دي نصايح مهمه. انا لو هضيف ليها نصيحه واحده، وهي انه الطالب او الطالبه محتاجين يعرفوا هم عايزين ايه، زي ما حضراتكم قلتوا، من غير الانصياع لفكره ان انا لازم اخد ده علشان جبت ده، او علشان ده سلو العيله او غيره. انا بشوف انا عايزه اعمل ايه، وايه اللي انا حاسس ان انا هضيفه للمجتمع بتاعي وللعالم اللي انا عايش فيه، وهو ده اللي انا اسعى له. والتركيز طبعا والبحث، الخمس ايام دول مده كافيه ان انا اعمل بحث، لو ما كناش اوريدي ابتدينا نعمل ده. فربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ويبقى الموضوع سلس على الجميع ان شاء الله. ميرسي ليكم.